ديالاش؟ ديال القلب. مزيان، دابا الامور عندك مزيان ما تحسي بوالو؟ الحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم. زبيدة كوسكوس ممرضة رئيسة بالمركز الصحي بيادة ومشرفة على عملية التلقيح بالمركز الصحي. بالنسبة للتلقيح كان الحمد لله إقبال كبير، كنشوفوا اليوم بأنه هو دابا الساعة تشير إلى تقريبا 12:30 ووصلنا تقريبا 150 واحد 150 اللي غادي يتلقحوا. دونك يعني هنا تيبان لنا الاقبال مزيان والحمد لله، الناس فرحانين لهذه البادره اللي دار سيدنا نصره الله، والتلقيح الاهميه ديالو بفضل الاذاعه وبفضل لي ميساج ديال الاذاعه، الناس كلهم عرفوا بفضل الجنود المجندين اللي هما الاطر الصحيه بأسفي كيف في المغرب كامل. الحمد لله عملية التلقيح ناجحة 100% إن شاء الله تعالى. بالنسبة للناس ملي تيلقحوا تنعطوهم نصائح اللي هي تيخصهم يلتزموا بالمسائل الوقائيه، اللي هي يبقى يدير البافيت ديالو، يبقى يدير الكمامه ديالو، يبقى يحتفظ يلتزم بالنظافه ديال اليدين وما الى ذلك، يعني لي ميساج اللي كاينين شحال من شحال هذه. وحتى يجي الحقنه الثانيه هذيك الساعه 15 يوم او شهر حسب التعليمات، عاد هذيك الساعه يمكن لهم يحيدوا لي بافيت ان شاء الله تعالى. الحمد لله لحد الساعه كنشوف بانه كاين اقبال كبير من طرف المواطنين، وكنشكر السلطات المحليه اللي تا هما ما مقصرينش من المجهودات ديالهم اللي تا هما تيعاونونا وتيتعاونوا معنا الحمد لله. وكنشكر السيد المندوب وكل من ساهم من قريب او بعيد في انجاح هذه الحمله ديال التلقيح، وكنشكر صاحب الجلاله نصره الله على هذه البادره الطيبه وعلى الحب ديالو للشعب ديالو، وشكرا. الله ينصر سيدنا، كنشكروه على هذه المبادره والله يخليه لينا، وكنشكروا الاطر الصحيه كامله من مندوب من مديريه من اطباء على راسهم الدكتورة هند الله يخليها لينا، دكتورة هند عباد كنشكروها بزاف، والأطور الممرضات كاملين الممرضين، والماجورة زبيدة كوسكوس على حسن المعاملة. وهاد الحملة التلقيحية دازت في أحسن ظروف، كنشكروا السلطة، كنشكروا الأمن، كنشكروا كل من ساهم في هاد المبادرة الإنسانية اللي كتهم المواطن بصفة عامة، كيسهروا على الصحة ديالنا، كنشكرهم بزاف بزاف كل من ساهم من أطر صحية، من كل من رئيس دائرة، من مقيد، من كل من ساهم، من اللي في النظافة كنشكرهم بزاف. وداز داكشي منظم، داز داكشي على أحسن ما يرام، حسن استقبال، حسن المعاملة بزاف، كنشكرهم على هاد البادرة، والله يعاونهم والله يثبت أجر كل من ساهم، الله يثبت أجره بصفة عامة، وشكرا. في إطار هذه الحملة اللي تشرف عليها وزارة الصحة ووزارة الداخلية للقضاء على هذه الجائحة ديال كوفيد 19، كنستقبلوا المواطنين اللي كيدخلوا ضمن الشريحة المستهدفة للتلقيح، كنقوموا بالتحقق من الهوية ديالهم ومن المواعيد ديالهم، كيتم التسجيل ديالهم هنايا في واحد لاباز دو دوني، كنشوفوا واش عندهم شي واش كيعانوا من شي امراض مزمنه، واش كياخذوا شي ادويه، واش كاين شي تعارض ما بين الادويه اللي تياخذوا واللقاح اللي غادي ياخذوا. من بعد ما كدوز هاد الامور بخير وعخير كيدخلوا للمكان اللي غادي ياخذوا فيه الجرعه ديالهم، ومن بعد كيخليهم واحد المده ديال واحد 15 دقيقه تحت المراقبه، لا تكون شي مضاعفات للجلبه ديالهم، وفي نفس الوقت كتكون واحد التوعيه ديال الناس باش يلتزموا باحترام المسافات التباعد بيناتهم ولبس الكمامه الى حين انتهاء من
من الجلبة ديال 80% ديال المواطنين في البلاد ديالنا إن شاء الله. وشكرا. المهم كيف قلنا كيف تنقولوا حنا دابا جبنا الجلبة الأولى ديال سيدي البلاما ديالك، جبنا الجلبة الأولى ولكن راه باقي حنا ما محميينش 100%، خاصنا إن شاء الله حتى ندير الجلبة التالية اللي عطاكم الموعد ديالها. ملي تندير الجلبة التالية كنتسناو التعليمات، واش 15 يوم واش شهر ان شاء الله، وغادي نحيدوا هاد الكمامات وغادي اول ما تصلوا صلاه التراويح ان شاء الله الا